أكد رئيس السيسي أن جائحة كورونا لا تزال تمثل أزمة إنسانية بوجه عام، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات الأزمة من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها. تأكيد جاء خلال كلمة الرئيس بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية. قد حرصت على أن أشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد، آخذ في التشكل أمامنا يوما بعد يوم. فبعد أكثر من عامين على بداية أزمة دولية عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة، أظنكم ستتفقون معي أن أي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الأزمة لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي. فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب. ولقد استطاعت مصر تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفعاليتها، ونبذل في الوقت الراهن جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كافة الصعاب التي واجهناها ولا نزال، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها. بل واستطاعت مصر أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة، مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي والرقمنة.